فضيلة الشيخ وفقكم الله، زيارة المرأة للقبور هل هي جائزة لأني قد كنت في المدينة وقد رأيت بعض النساء يزرن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يخصص ذلك؟ لا، هذا ما هو صحيح. لا تمكن النساء من زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا تمكن، ممنوعات، هذا ما هو صحيح. نعم. وإذا رأيت امرأة أساءت الأدب وزارت القبر بلغ عنها، بلغ عنها رئاسة المسجد النبوي، لا تتركها وتسكت. نعم.